رمضان كريم والله أكرم على كل من يتابعنا ويشاهدنا عبر قناة سامرة الفضائية ببرنامجنا برنامج يرهم كلش. حتكون عندنا جوائز وهدايا قيمة من الشركات الراعية، وأول هدية مقدمة من مجموعة شركات يحيى حسين السامرائي الداعم للمشاريع الصغيرة والكبيرة، وأكيد مركز أمبريال للتجميل بالحارثية اللي يحبون يغيرون والجمال مطلوب، وشركة إسكوبال التبوغ الروسية، ومعرض الوليد، وأكيد سلسلة مطاعم مندي اليمن، والمتسوق ماركت ومثلجات جيلاتو. هدايا هواية وحلوة راح تكون بأول فقرة من برنامجنا، فقرة ركز وجاوب. هاي الفقرة راح تكون بها تحدي بين فريقين، أكثر شخص راح يجاوب وياي على أكثر عدد نقاط حتفوزون وياي بالجوائز المقدمة من الشركات الراعية، وأكيد عندنا أجهزة كهربائية هم. ما حد حيطلع ويانا خسران، لكن منو اللي حيقدر ياخذ أكثر عدد نقاط؟ ابقوا وياي. يوفر لكم كل ما تحتاجوه بأنسب الأسعار، ما عليكم إلا تزورونا. عروضنا مستمرة خلال شهر رمضان المبارك. التحدي بين فريقين بشهر رمضان المبارك ببرنامجنا برنامج يرهم كلش، الجوائز والهدايا حلوة. فقرة ركز وجاوب راح تكون بين الفريقين، لكن حنبدي بالفريق الأول والفريق الثاني. لازم يركز ولازم كل واحد بيكم يحتفظ بالجواب، لا حد يقول لغيره، لان هذا الموضوع بيه نقاط. متفقين؟ رمضان كريم. رمضان كريم. شلونكم عيني؟ الحمد لله. ام منو؟ ام علي. ام علي مصطفى. تدين فلوس؟ لا هي حبابه. تدين فلوس؟ احسن. شو اسمك؟ عسل. عسل تدين فلوس؟ اي هاي. شلونك؟ زين انت شلونك؟ آية حياك الله. رمضان كريم عليكم شباب. علينا وعليك. ان شاء الله زينين. الحمد لله. جاهزين للتحدي؟ جاهزين. اسم المايك. كل واحد بيكم يحتفظ بالجواب وحده. تمام؟ نبلش. ما هو الاسم الذي يطلق على البترول؟ حول المايك بسرعة، ما تعرف حول. ما هو الاسم الذي يطلق على البترول؟ نفط. لا، يلا. البنزين؟ اي سلم لي علي. أكون الله يسلمك حبيبي. تمام يلا. مشتقات نفطيه. مشتقات نفطيه هاي بالعلوم جايتكم مو لو بالفيزياء. بالفيزياء. ها شو واحد يقوم يقول للاخر يصير. هات المايك. يلا. الذهب الابيض. الذهب الابيض. الذهب الابيض او اي الذهب الاسود. النفط الاسود. هو قال ما يصرف ترى. لا الابيض. هو النفط الابيض. النفط الابيض. أيه. حلو طيح المايك. الذهب الاسود. طيح المايك. الذهب الابيض. طيح. لا لا خلاص خلاص طيح المايك. الذهب الابيض. نعم الابيض. طيح المايك. النفط الاسود. الذهب الاسود جوابك الاصح. تمام هسه هنا المايك راح يصير يمكم. لازم كل وحده تحفظ الجواب. تشمشي شو واقفه واقفه عدل. اي تمام جاهزين شباب؟ جاهزين. هداي ترى هوايه ركزوا. نقطه لك. نبدي راح ارجع لورا. ما هي اللغه التي يتحدث بها سكان النمسا؟ النمسا يتحدثون بلغه يا اي لغه؟ لاتينيه. لاتينيه. عفيه حولي. اسباني. اسباني. عسل. اسباني. اسباني. انت شايفه اسبانيا؟ ها رايحة يعني؟ لا مش بالصور. نمساوية. تمام طيني المايك. يلا. الانجليز. الانجليز؟ سلم لي عليهم. تمام. النمسا. النمسا. حلو. النمسا. النمسا. بريطانيا. بريطانيا. تمام. يعني مو ألمانية. مو الألمانية. ها؟ على كيفكم؟ ركزوا زين. جاهزين؟ وما كلكم فكروا على كيفكم. عدكم أحد يغششكم من بعيد أختي. يعني ما أحد. يلا تمام. من هو
اول شخص كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ كتب بسم الله الرحمن الرحيم وحدك. يلا لا ارجع لي ما يصير. ما يصير فقر اللخ. اوقف لي هناك. نبي محمد اطل المايك. نبي محمد اطل المايك. سيدنا جبريل. اطل المايك. سيدنا جبريل. لا نرجع هنا. ها حجية. والله اعتقد النبي ادم. نبي ادم. النبي الله ادم. نبي الله ابراهيم. لا عسل يا عسل. يلا نبي ادم. نبي ادم ايش بي؟ هو كتب بسم الله الرحمن. اعتقد الروح جبريل. لا نقول الجواب اقوله اني. تمام. نبي الله سليمان بن داود اول ما كتب بسم الله الرحمن الرحيم. المايكمكم ركزوا وياي ركزوا وياي. باعوا شلونش بالدين؟ زين ان شاء الله. زين دين؟ ان شاء الله. شلونش بالدين؟ زين اخوي. زين بالدين؟ اقصيدي اوكي هنا اقصيدي. بالدين شلونكم شباب؟ تمام. من هي اخر امراه تزوجها الرسول محمد عليه الصلاه والسلام عليه؟ من هو؟ حفصه. عائشه. نسمع من عندك من هي؟ كل واحدة تقول لي لا حد يقمص منها منها. يلا عائشة زوجة النبي. أول واحدة. أول واحدة. إيه. ها خديجة. آخر 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 أمرأة. آخر أمرأة. خديجة أول واحدة. آخر أمرأة. آخر أمرأة. عائشة. عائشة أنا جاوبت أول واحدة. هو ما يسأل ترى المايك بدي. خليه خليه تجاوب. أنت مني وصل لك السيرة أحكي. أم سلمة. أنتوا فكروا بيناتكم. أم سلمة؟ لا طيها المايك. هي ماكو غيرها أم سلمة. طيها المايك. حفصة هيجي. حفصة هيجي. خلي شيء شيء. عائشة. عائشة. طيني المايك ولا واحد بيكم جاوب صح. طيني المايك. عائشة. إيه أوكي. ماريا. من هي؟ ماريا. ميمونة. من هي؟ ميمونة. عائشة. عائشة تعال أمي. تعال 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 تعال. من هي؟ ميمونة. ميمونة بنت منو؟ ما أعرف اسمها يعني بس أعرف بنت الحارث صح؟ أعتقد الله عنها. ميمونة اللي هي آخر واحدة. ما سامعين بيها؟ اقروا زين. عرفوا زين. حاضر يلا نجي. تمام؟ فزت وياي بنقطة وفزتي وياي بنقطة. أحس التحدي بيناتكم. لا وأنت راح أعطيكم فرصة أخرى ويا الباقين. لأن الهدايا هواية. فراح اعطيكم فرصه في البقره اللخ. متفقين؟ لو تحبون تنسحبون. لا خلينا تكملون فقره اللخ. اذا سحبنا تروح. لا انت مالك دخل. انت مالك دخل. موضوع يومهم. انتم تفوزون تطلعون برا. جاهزين؟ جاهزين حبيبي. انت خلاص الموضوع مو يهمك. اوكي حبيبي. بس يصير الجواب لازم انت هم. يعتبر العود من الالات الموسيقيه الوتريه فكم يبلغ عدد الاوتار مالتها؟ خلي عسين من دوك. سبعة. حجي. سبعة. لا ثمانية. ما سمعت الغش منه. لا 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 ما سمعت. أكيد ما سمعت المتقال. سمعته ما قلت. ها خمسة. خلي أنا ثمانية 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 ثمانية. ها لا ثمانية. ثمانية سمعوا كله. اثنين. اثنين؟ ستة. متأكدة ستة؟ ايه ستة. متأكدة ستة؟ ان شاء الله. سبعة. سبعة. ثمانية. ثمانية. ازم المايك. انت متزوج؟ لا يا بس. خطب؟ لا عمي الله يبعدنا. نرقل؟ ايه نرقل. اجت ليمك. أيوه. اول هدية مقدمة من شركة اسكوبال التبوغ الروسية. نعم. اكو علاقة من شايفها من هنا؟ هاي علاقة من هنا. بيضة. واكو علاقة من هنا. جيب علاقة واحدة من هنا وعلاقة من هنا. جيب لها وتعال. اوكي. هذا مكو زحمة عليك. زين. ها جيب لها تعال تعال ارجع تعال ارجع. تعال واحدة من هنا. تعال واحدة من هنا. هي الجواب الأصح هي خمسة أوتار. زين. وين الولد؟ الولد وين؟ تعال أمي. الولد فين؟ أول هدية مقدمة من شركة معرض الولد جهاز كهربائي مبروك عليك تستاهلين. أتكم ناقص شوي بالبيت. وثاني هدية مقدمة من شركة اسكوبار للتبوغ
الروسية. مبروك عليك وتستاهل، حياك الله. حاولوا تطورون نفسكم شوية، اتعلموا جواز والهدايا مستمرة. قربوا الهدايا امك حبيبي جيبهن. ننتقل وياكم الى الفقرة الاخرى، هي فقرة ردد الكلمات السريعة. منو اللي راح يقدر يجاوبني على هاي؟ هم راح يكون فريقين، هم راح يكون تحدي، وتكون الجواز والهدايا مستمرة بشهر رمضان المبارك. حطوا ياك. الفقرة شوية صعبة وراد لها سرعة بالنطق والكلام، لأن هي جملة. هاي الجملة تقوليها سبع مرات على السريع. منو قبل قالت ها حتى غلط قبل. رمضان كريم. شلون ايش عيني؟ هلا وعيني. أم منو؟ أم إبراهيم. حياك الله أم إبراهيم. فرح. هبة. غسان. غسان. عرفت أساميكم نقطة هنا. أم سيف. أم سيف. جاهزين؟ برأيكم أنتوا راح تفوزوا؟ راح اشارك بيه شباب هسه. انتوا راح تفوزون لو انتوا العلم عندهم، يعني هي كلها اللي يفوز بالعافيه. اهم شيء المشاركه، اهم شيء المشاركه. نبدي هنا ازمن المايك. راح اشارك هسه الفقره اللخ، فقره اللخ راح اشارك. قولي لي هاي الجمله سبع مرات على السرع، اذا غلطتي مره اعطيك مره ثانيه. تمام كذلك. عسل وفي هنا. جاهزة؟ جاهزة. قولي لي قط وطارق نط وطق طير طارق. قط وطارق نط وطار طير طارق. قط وطارق قطيها؟ قط وطارق نط وطار وطق 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 طير طارق وطق طير طارق. سبع مرات. قط وطارق طق وطار طير طارق. قط وطارق طق وطار طير طارق. وقط وطارق طق وطار نط نط. قط وطارق نط وطق طير طارق. بسرعة يلا. قط وطارق نط وطار طير طارق. وطار قط طارق نط وطار طير طارق. من جبت الطار؟ من هذا الطار؟ عيدي هاك فرصة. قط طارق قط طارق نط قط طارق نط وطق طير طارق وطق طير طارق. يلا. قط طارق نط وطار طير طارق. قط طارق نط وطار طير. الطير من جبتي؟ ماكو طير عندي برج هنا انا اني وطار وطق طير طارق. ايه وطق قط طارق نط. اخر فرصة. وطق طير عيديها. قط طارق نط وطق طير طارق. قط طارق نط طق وطار طير طارق. طير منين؟ اعطيني المايك اعطيني المايك. يلا شلون؟ قط طارق نط وطق طير طارق. قط طارق نط وطق طير طارق. بسرعة يلا. قط طارق نط وطق طير طارق. قط طارق نط وطق طير طارق. قط طارق نط وطاق طير طارق. قط طارق نط وطاق طير طارق. ايوه. قط طارق نط وطاق طير طارق. ايوه. كملي كملي كملي. قط طارق نط وطاق طير طارق. ايه هاي صار سبعه 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 صدق. هذه الهديه مقدمه من مركز امبريال للتجميل منطقه الحارثيه. كل شيء موجود بداخل هذا الظرف. اكو كوما ايتمات من الفيلر للبوتوكس ومن الشفط والنحت كلها كلها داخل هاي البطاقة. فري مجاني ما تطين ولا دينار. عاشي. مبروك عليك. شكرا. تستاهلين. راح تدبريها. نعم. اي الله. راح تدبرها ان شاء الله. يلا عيد الجملة بس. نعم عيد الجملة بس. تمام. قط طارق نط وطق طير طارق. قط طارق نط وطير طار طارق. قط طارق طير منو؟ طين طين. انت حتى عبد مثل امك. طين امك. لا حطيكم غير جملة. ايه عافية الله يخليك. غير جملة؟ ايه. متفقين؟ ايه متفقين. يلا. حجي نوقف هنا شوية بليز. هنا هناك هناك هناك. هناك. لا هناك حجي بعدين نشارك وياي. تمام؟ قولي لي. عسى ركزي. ركزي. مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح. ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي. مفتاحي. عندنا هواي مفاتيح. ايه.
يلا مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاحي مع عبد الفتاح ما اقدر لا صعبه صعبه مفتاحي مع عبد الفتاح مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي حلو يلا مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي حلو مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي حلو مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح 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 اوقف لا بعد الفرصه يلا مفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاح عبد الفتاح مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاحي يا ترى هدايا هواي مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي ايوه مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي ايوه مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي يا راجل هالهدية مقدمة قسيمة شراء مقدمة من تسوق ماركت المتسوق ماركت المنصول اربع شوارع مبروك عليك شكرا يعني. بس لا تروحين حتى يكتبش اسم عليها تمام اني وماما بنفس الهيئة اوفي ماما استمري تدين ها غيرها عندنا هواي لا لا هاي غيرها لا لا هي هي يلا يلا مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي أي. مفتاح عبد الفتاح انت ليش بتغني مو احسن لك غني خذي جائزه افضل لك فلوس غني ما تريدين فلوس لا ابي الايه طيب ها تعال بعدني بعدها غلطتي طيب يا اخي تكمل مفتاحي شنو مفتاحي شنو مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي مفتاحي مع مفتاح عبد الفتاح ومفتاح عبد الفتاح مع مفتاحي عفية عفية فحطت يما بنتك انت طالبة؟ لا تصدق قرب المايك قرجة شنو؟ تحليلات مرضية ها انت من ذن المايعين نفسيتهم تعبانة حيل تضرب الأبرة منها بحيث يزرفونه يلا سحبون دين هاش عيني وانت محتاج تجميل ما شاء الله يعني ما شاء الله عليك هالهدية مقدمة من مركز أمبريال للتجميل نفس الموضوع كل التفاصيل شوية فيلر شوية بوتوكس شوية هالسوالف تستاهلين مبروك عليك اعطي المايك يلا مفتاح مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح عبد الفتاح مع مفتاح مفتاح مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح عبد الفتاح مع مفتاح مفتاح مع مفتاح عبد الفتاح مفتاح عبد الفتاح مع مفتاح مفتاح مع مفتاح خلاص 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 اكتفيت 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 هالهدية مقدمة من مركز أمبريال اكتفيت 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 مشاهدينا الكرام انتقل وياكم الى الفقره الاخيره من برنامجنا برنامج جرام كل شويه فقره غنوه وشعر هم راح يكون تحدي بين نساء وبين شباب حتى يفوزون بالاجهزه الكهربائيه المقدمه من معرض الوليد ومركز امبريال للتجميل وشركه سكوبال التبوغ والاراجيل الروسيه ومجموعه شركات يحيى حسين سامراء الداعم الاول للمشاريع الصغيره والكبيره وثلاجات جيلاتو، سلسلة مطاعم مندي اليمن والمتسوق ماركت، وهواي هدايا راح تكون اليوم ويانا بشهر رمضان المبارك، ابقوا وياي. هنا راح تكون فقرة الأغنية الحلوة، الصوت الحلو. رمضان كريم. رمضان كريم. شلونك؟ علينا وعليكم. شو أخبارك؟ الحمد لله. الاسم؟ أمير. قد الأغنية؟ شوف نجرب. نجرب. بعد قلب حبيبي. شلونك؟ بعد رواهي. الاسم بالخير. بركات. أمير راح تغني. والله غني اغنيه عن حافظها غني يلا من وين من ابو غريب حي الله سلمى ها راح ابدي بيك اي اغنيه اي مقطع حتى لو صغير تشاركتي يعني. انت اي يلا يا اغنيه مثلا اي اغنيه لا انت يعني ما اعرف شغله اي شيء اي شيء من شوية طبخين دولمة يعني شو تغني؟ أنا تعرف الطبخين الدولمة طبعاً. والله ما أدري. يلا. والله ما أدري يا أغنية شو تريد يا. أرجع لك يلا. هلا 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 بالوردة يلا حبيبتي. يلا هغني شمسين. قبل عبد الجبار حتى وحدة. تغني نانسي عجرام. لا. تامر حسني زين ليش اختارتي شمسين؟ ما أدري يا حبيبي. تحبيها؟ يلا. لا تسولف علينا من يسألوك عيون الناس لا تحسد عشقنا
وإذا طلعت شمس إذا طلعت اعتزل اعتزل هو اعتزل من وراك اعتزل إذا طلعت شمس فوتت للبيت لأن شمسين معناها احترقني. أي والله يا حارة هاي كم ها شو حتغني؟ كثر مشتاق. إيش كثر مشتاق؟ منو غناها؟ لبناني. يلا يلا كثر مشتاق لا تدري كثر مشتاق يا عمري ابوس عيونك الحلوه وضم صدرك على صدري كثر مشتاق اشوفك جاي كثر مشتاق اشوفك جاي. قال هديه مقدم مثلجات جيلات المنصور شارع 14 رمضان مبروك عليك وتستاهلين. اما انت لا تغني لي صار لك ساعه تحفظه ما راح ادبرها ادري بروحي. اعطيني المايك. يلا مريم. يلا مريم. يلا ها مريم. يلا 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 لا عاد يلا مريم. يلا ها مريم استحي. اعطيني مريم المايك. يلا موطني موطني هذا نشيد حبيبتي. عادي يعني والله نشيد والله. يلا يلا عادي. يلا يلا موطني موطني الجلال والجمال والسلام والبهان في هوا في هوا. هذا حطيه لمك هديه. هذه مقدمه من مركز امبريال للتجميل. تستاهلين ولكن هاي الهديه هم لك. تستاهلين. هاي مقدمة من مثلجات جيلاتو المنصور 14 رمضان. اما نرجع هنا تاخذي هدية؟ ليش؟ ما طبعا لان اعتزل. لا تحفظي لي غير اغنية هسه ارجع لك. يلا بسرعة موال قصير سمعني. ولا راي ولا راي قمت ما اشوف بعيوني قمت ما اشوف بعيوني ولا راي البشر لا ظل عقل عده ولا راي هل لا شور سمعولي ولا راي سمعوا شور الذي يبخل علي اوف 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 يا يم. حلو اعطيني هديه مال سكوبار. هاي هديه مقدمه من شركه سكوبار للتبوغ الروسية. مبروك عليك وتستاهل. حياك الله. مشاركة صوت ابوها الادبي. شاركة المهم. يلا حبيبي. بعد قلبه حبيبي. تعال يمي. اوف اوف غني. ما تغني. اوف 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 خايف يا ناس تصيح من قلبي تراه من الالم غبار. تعبت نفسيتي ناس تصيح من قلبي تراه من الالم غبار. هاك الهديه فكر البيت. هاك الهديه مقدمه مثلجات جيلاتو. تستاهل مبروك عليك. اما انت الاخير تعال يمي. هاك ما حاضر شيء ابد. زين سؤال السؤال. تحبين المندي؟ ايه كلش؟ يعني زين ماشي. كم واخد عندك؟ ما عندي. كم اخ عندك؟ 2. لو خيروك بهاي البطاقة اللي هي مقدمة من سلسلة مطاعم مندي اليمن لشخصين انت وبعد واحد وياك، المن راح تاخذين؟ امك لو ابوك؟ امي. وابوك؟ يدبر نفسه. اه حلو. يعرف يطبخ يعني؟ لا لا شلون حيدبر نفسه؟ يجوز له اكل عادي. زين ليش؟ الا اعرف السبب. لا والله ماكو سبب. زين دفعي من جيبك واخذيهم اثنيناتهم. هاي وتاخذين ابوك هم. هاي زين؟ هاي مو افضل؟ خطيت عوفي بالبيت. هاي راح يضوج. تمام. مبروك عليك. شكرا. حياك. مشاهدينا الكرام الأجواء حلوة بشهر رمضان المبارك وأكيد كل عام والشعب العراقي بألف ألف ألف خير بحلول شهر رمضان المبارك. شكرا إلى الشركات الراعية اللي قدمت هذه الجوائز والهدايا. شكرا لمن شاهدنا يوميا. راح تتابعون برنامج يرهم كلش على قناة سامرة الفضائية. أكيد شكرا أمين الخالدي. شكرا علي حسين. أنا وياكم بالتقديم خطاب القصاب وأقول لكم إلى اللقاء.